فيك؟ ما تشوف البنات اللي هناك؟ وينه؟ شوفوا من هناك. أوف. أوف. أنا ضبطهم عليك. هلا والله. خليك ثق وظنت أنا ضبطهم لك، بس خلهم يستوون شوي. أوكي. شغل واحدة خاقة علي منهم. كفو كفو. خلي خلي. دقيقة خلنا نعطيهم نظرة. خلاص خلاص كفي، ارجع وخليك موزع الابتسامات، ابتسامات كثرة. شوفي شوفي، بس لو يوخر المعزق شوي هذا ناظر للعضلات اللي وراه. شوفي كيف المعضل. ما قلت لك يا ذيبان استووا. هلا والله. ابى اكتب الرقم وانقز عطهم اياه. ابشر بعزك، عطني اياه بس اتحداس بسرعه. خلاص خلاص خلاص، مالها الا رجال. هلا والله. فيك انت؟ على وين يا الطيب؟ الدخل. استهبل يا الحبيب؟ طب النسيم؟ اقول روح روح هناك، العب على قدك يا ورع. طب لا تمد يدك ها؟ ترى تمد يدك وصفك، تفهم ولا ما تفهم؟ سوي لي امر ومد. اسفين يا الحبيب، اشفى لو سمحت. وانا اللي اتله مع رقبته واقول له اسمع يا ورع، لا نسيك حليب امك، تفهم ولا ما تفهم؟ كفو! كفو! وهو اللي يغلط غلطة حياته ويمد يده يا عيال. اوه! وقال اوه زي كذا. والمهم واجي اللي امسكه وابطحه في الارض وادعس عليه وادعس عليه. عامر! ليه ما طار؟ عامر! تكفى يا عامر الحقني. وش بك يا ورع؟ في يوم جماعة دبجوني. دبجوك؟ وانا اللي دبجك؟ يا اخي يا اخي عامر اخو العيال هذاك. انا اللي وريك. وينه؟ وينه؟ عيله عيله وراء النخله. هذا يا ابو الشباب، يا ابو الشباب. هاي اخوي في شيء؟ الحين كم مره قايل لك يا كفته لا عاد تغلط على ضيوف الحاره ها؟ ما تفهم انت؟ ياهو عيب عليك تغلط على الرجال، ورع انت؟ يلا توكل على الله، يلا ياهو يلا انت وياه يلا. سو عليكم سملك. معليش يا الحبيب اسفين. ايش دعوه؟ تعرف ذولي وراعين ما يقدرون المرجله. فرصه سعيده. وزي ما قلت لك ابو شوكش، حوشت لي قرشين من هنا ومن هنا، فكرت لي في مشروع صغير، فتحت هذا المستوصف. ما شاء الله تبارك الله، الف الف مبروك. الله يبارك فيك. وشوف عشان الصحوبية اللي بيننا خليت التحاليل حقتك انت والأهل مجانا. ربنا يكرمك يا ابو فتحي. يا الله يا شوكوش يا ام شوكوش، لؤي شادي حسنة أمينة، لا تنسوا خدامة. اليوم هنروح المستوصف ابو فتحي، التحاليل بلاش. أقولك ما سمعت أنا المهاوش تعامر؟ لا ما سمعت. شاف ذاك المعضل وخاف منه وسلم عليه، طلع خرطي ما عنده ما عند جدتي. أقول يوم شاف المعضل أحكي قام يركض قال كذا. إيه وقام وسلم عليه. سلم عليه يعني ما سوى له شيء؟ ما سوى له شيء أبد أبد. عجيب يا عامر. هاي الحل عندي. انت عارف انها تركي ولا بس ماشي معي كذا؟ ايه عارف انك تركي. امشي امشي امشي. انت عندك كم سنة؟ انا؟ هو في حد غيرنا هنا؟ معلش معلش يا دكتور، عمري 22. يا عم انت بتاكل ايه؟ ارحم نفسك. طمني يا دكتور ايش عندي؟ انت تعشيت امبارح؟ نواشف. كذاب. طب اتغديت امبارح؟ فواكه وخضروات. برضه كذاب وستين كذاب. مو مشكلة كذاب يا دكتور، بس طمني ريحني ايش عندي؟ نسبة الكوليسترول عندك عالية جدا، وده نتيجة للأكل الغير صحي اللي أنت بتاكله. طب هذا الكوليسترول ايش يأثر ولا ايش يسوي؟ بيأثر على نبضات القلب والدهون والشرايين. يا ساتر. مطلوب منك تلتزم بالأكل الصحي، تبعد عن الدهون والمشروبات الغازية والمقليات، وأهم حاجة تلتزم بالرياضة. أبشر على خشمي يا دكتور. فأقول لك يوم وقف المعضل قدام عامر اختفى، أقسم بالله طلع كأنه علبة موية ونص على شكل. استغفر الله يا رب. يا ربي. شو؟ أقصد يا ربي إيه بعدين وش صار؟ إيه أقول لك، وجلده جلد خلاه يعض الأرض، طقه طق يوم بسنة.
أشو أنك ما فزعت وياه ولا كان جلدك أنت بعد؟ والله ما يخسر له، الله العظيم يجلدني قال. طب الصراحة يا سوري، أنت يا بيبي مو ناقصك ولا شيء، وسيم وعسل، بس لو تعضل شوي وتعرض جسمك أكثر من كذا وتهبل تهبل تجنن تخقق. إيه أوكي، فكر في الموضوع. شوفه شوفه اتحداك. وي وي اي الله اصدقائي شباب الاستراحه، اقدم لكم اعز اصدقائي الروح في الروح سيمو. السلام عليكم. سلام سلم 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 زي الناس. هلا والله بالوحش، شخبارك الصحه تمام؟ اقدم لك اقوى واحد في الحاره عامر. هلا والله عامر يا نورت. اخبارك؟ نورت الاستراحه. نورت الاستراحه تمام الحمد لله تمام. أقدم لك عبسي حقا. السلام عليكم. أخبارك؟ كيف الصحة؟ حياك حياك. تفضل تفضل. حيي ويبكي. يلا حي. حييهم. استريح يلا حيا يلا حيا. حيي ويبكي حبيبي تروك. لحظة. في شيء يا طيب؟ لا ما في شيء ما في شيء، بس بسألك سؤال صغير يعني، الشيء هذا كله حقك؟ شوف ذا وش وضع رد عليه؟ ابشر ابشر. لا متقاطين هنا انا وياه في العضلة. ايش فيك انت؟ ما جربت اصر وجهك فيها؟ حبيبي هذا سيمو من انولد وهو ياكل حديد، وهو يلعب حديد، تمارين رياضة تمارين، ايش فيك انت؟ الو هلا والله بالحب. يلا حياه. شو اخبار؟ تمام؟ ايه عند شوية تسملك فيه ذا. شو اخبارك انت؟ وانا بعد والله. شلنا عنك؟ والله من الدباشة بهالعقل. شويات بطلة. قال وين اذنك يا جحا؟ اوكي. قال هنا. ما يمسك زي الرجاجيل كذا. يلا باي باي. لنشوفك لنشوفك. يا اخي وش عرفكم بالحديد؟ وش عرفكم بال حبيبي هذا التراي؟ وهذا الباي العضلة عريضة ما يقدر يرد من يعني لازم يداور من بعيد هو كذا ما يقدر. صراحة خويك ذا حاجة ما حصلتش الواحد. بسم الله. لا تكتر معي يا ريلاكس مو ولد. هي ريلاكس شوي لم فيك يا ولد. لم العضلات اللي طاحت. جب تعال يا جماعة اكيد انتين. يا جماعة لا أحد يجيب رقم واحد ولا أي شيء. كيف يا تشرب علي أنت دايم كذا يا أخوي؟ خلاص أنت قفلت المية هزت قعد كيت مين هو كذا يشتغل يا جماعة. الحين كنت بقول وش كنت بقول عذبني ترايا. المهم الحين لو أبي أصير زي سيمو أبقعد 10 سنوات والله مشوار. شو يقول فيك سنوات؟ أنت بالذات أنت بالذات يبيلك شهرين بس إنزين وتنفل العضلات. شهرين عشان من بكرة مسجل في النادي وأنا كمان بسجل معاك. طيب أنا أنت بدأ شل الزمزمية كل يوم 10 مرات ويطلع لك زي ذا. ياهو ما هو أتحداك يا شيخ. هلا والله بالنادي البطل. حياك الله. على كم التعظيل عندك؟ نعم. شوف على كم التعظيل ما تعظيل. خل التعظيل لهلا. لا تهايط ها؟ إلى هايط أنت. فيلم الكرتون جايبينهم معانا ذولي. حبيبي تعال شوي. سم. في اشتراك المجاني اللي قلتولنا عليه. نعم. هذول 4 من أخوياي. حلو. وأنا الخامس زين مجاني. ابشر ابشر بس سجل اسامي اخوياك ايوه وسجل الرسوم واعطيك الاشتراك المجاني. حياكم الله يا شباب. هلا بالعيال. هلا والله نديل. لو سمحت لو سمحت ممنوع تمرم ثوب. اقول ثوب بدله اهم شيء عبر ها اصير مثلك كذا. بس هذه قوانين وانظمه راح غير وتعال. طيب وكذا اقول لك البس لبس رياضي وتعال. يدك قبل دقيقة دقيقة يا ابوي وبعلشانك معضل تايط اعضل وجهك ورع. والله سبك سبك.
قف علينا يا جون سينا. يو كان سي بي ولا نسيم حميد مسوي لنا. ايش عندك يا اخي؟ انت غبي ولا تستغبي؟ انا اصور الحين في نفس المكان هذا وبعد شهرين ارجع نفس المكان هذا واصور وانا معضل، عرفت؟ عشان انزل لك قبل وبعد في الانستغرام، عرفت؟ اخقق المزز وكذا. ما معك لا قبل ولا بعد، المهم عجل وخلص اللي تسويه، لانك من يوم ما جيت هذه القاعه فالح تتصور بس. يلا اخر صوره بالله. يا ستدي ستدي دان ستدي مها. هلا يما. أم محمد كلمتني تقول تبي تخطبك لولدها محمد، وش رايك؟ والله يما يعني ما أقدر أقول لك لا إيه ولا لا، ما أعرف عنه شيء. بس يما إذا كان مثل هذا طبعاً راح أوافق. السلام عليكم. وعليكم السلام. يما وين بدلة الرياضة حقتي؟ وش بدلة رياضة؟ بدلة الرياضة حقتي وينها؟ من متى أصلاً أنت تلبس بدل رياضة؟ هذيك يما لا تضحكين لا تضحكين، هذيك البدلة أصفر وأخضر، عرفتيها القديمة؟ ويه الله المستعان، تصدق عاد صار لها كذا سنة مرمية على الدولاب. روح جيبها. روح لا تنفخين. جانا القطار بدروبه ولا تقاطع ولا اشارات. اتحداك يا الحديد اتحداك. لا حول. ها الحين رسمي رياضه. الحين تقدر تتمرن وتلعب. والله طيب وش رايك؟ بس انا ابغى قسم التعضيل على اساس عندي هنا قش. اول سخن بعدين فكر تعضل. بالله داو عندكم تسخين هنا؟ تسخين تبدا تسخن بعدين تعضل شو شوي. شلون اسوي هذه؟ طيب حط يدك هنا وعين امك. شفتيني وانا شايل حديد اليوم؟ ارسلت لك اياها بالخاص على السناب. طيب شيكي على السناب، ارسل لك اياها الحين خلاص. والله خقق يمين بالله. يلا انتبه لنفسك. باي. ما قلت ماخذ راحتك وتاكي علي؟ زار عندك؟ معليش انا اخوك. ايش زعلك انت؟ منين مزعلك؟ علمني. طقطق علي انت. ها؟ اسفين. واحد. هي كفته كفته. ايش فيك انت؟ نزل. وين 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 هي؟ وش الاشياء اللي انت شايلها وراك انت يا اخي؟ مو دخلك فيني يا اخي، خلينا احنا نتمرن يا اخي. هد 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 تنقز لك عضله ولا شيء. هد هد يا ابوي. هد يا ابوي انا اساسا خايف عليك يا كفته، والله خايف عليك يا ابن حلال. لا يطق فيك عرق ولا يشد فيك عضله ولا شيء. اقول لك انا ابغى اعضل، يعني ايش اعضل؟ انت شات عضل حبيبي انت. ولا ما تستخدم روتينات؟ ايش؟ برنت يا عمي. ايش البرنت؟ ما قدك طلع جواز سفر انا يا ابن الحلال. شوف شوف شفت الناس اللي وراك ذولي؟ بيانا. شوف شوف ياهو. ايوه هذولي هم حقي البروتينات، اللي ياكلون بروتينات. البروتينات هذه علاجات طبيه تتفخ العضلات. طيب من فين اجيبها؟ في ام بطحه؟ لا يا حبيبي، ايش اللي ام بطحه؟ مسافر البطحه انت وجهك. اسمع، هذه البروتينات هذه انا ادبرها لك بسعر مخفض. هلا والله مرحبا، حياكم الله. هذه والله ساعة مباركة. الله يبارك فيك. احنا الحقيقة جيناكم ونتشرف بالقرب منكم يا ابو عامر، وعز الله ان ابرك الساعات. الله يحييكم ويبارك فيكم. اقول الاخ مهند وش يشتغل؟ والله انا عمي دكتور في الجامعة. دكتور في الجامعة، ما شاء الله تبارك الله، لا اله الا الله. الله يوفقنا وياكم ومن يسمع. امين. اجل بروح اجيب القهوة. بسم الله الرحمن الرحيم. خير وش فيك؟ يبا ما بي. ها انت ما بقول انت شفتها تقول ما تبي الدكتور؟ لو هو وزير ما خذيته. يما هذا واحد معصقل. يبا انا واحد معضل. طلعت بنت هذه ما هي بصاحيه. مهبول انا بلد خلاص سقط. ابي واحد معضل. شوفي معصقل.
دراهمك جاهزة ولا لا؟ أقول لك هي شو تخليني أعضل ولا أقدر حد يضربني ثاني؟ ولا حد راح يقدر يهوب لك، يدورون عليك من 3 كيلو يخافون منك. طيب ما حد يقدر يعضل مثلي؟ يا ابن الحلال ما في لنت، هذه مصنوعة لك أنت لحالك، يعني اللي ياكلها غيرك يطلع يشبهك، بس أنت لا تخلي حد ياكلها. طيب كيف أحطه؟ جيب فلوس. طيب كيف أحطه مع العصيدة؟ يا حبيبي مع العصيدة مع أي شيء تبيه، اللي تبيه فكره، بس اسمع لا أحد يدري إنه أنا اللي جبتها لك، زين؟ تقول تركي تدبرها لي، زين؟ ولا همك. يلا إياهو توكل وعناك. يا عيال وش رايكم الحين نروح نطق 2 شاورما شطة كاتشب مايونيز؟ لا لا يا ابويا وين؟ خارج من النادي شاورما؟ شاورما كلها دهون ما يجي ابدا. يا عيال خص علينا انا جوعان وش بناكل؟ اجل وش ناكل؟ هذا هو عشان الدايت حقنا، ما في دهون، ما في زيت، ما في غازيات، ما في اي شيء كذا مفيد للبطن كمان. اتحداك يا العش الكذبي. هلا والله بيبي، هلا بك حبيبتي، شو اخبارك؟ ما شفتي السناب اللي ارسلت لك اياها امس؟ ايه بس بصراحه ما تغير شيء. ما تغير شيء؟ ما شفت التراي كيف مشدود؟ والله لا مشدود ولا شيء صراحه. انا توقعتك تعضل زي ما انا تخيلت، بس والله انت مره حطمتني. انت لو من جد تحبني وتغليني راح تعضل، وانا بعطيك فرصه شهر واشوف انت تحبني ولا لا. يا هذه حبوب مع المويه يشربونها مو بياكلونها تخفق 3 ساعات. حداك الله السبك انت ومجمعكم. يلا مشينا. صرصور يا ورع مسوي فيها كيوت. امسكه بيدك. يلا امسكه. تعال ورع تعال. لا تسوي. يلا قل عمي عامر. قل عمي عامر. طب قل كوكو. كوكو هذه اخرتها. صرصور يا خوم. اتحداك شيخ. ما شاء الله شكلك منضبط، تتمرن صح ومؤدي التمارين، بس يا ليت اخوياك مثلك. والله اخوياي ما هو وجه رياضه ولا وجه نادي، كانوا يفكروا بايش؟ انه بس يعضل. في الاخير لا استفاد انه عضل ولا فهم اي حاجه من هالدنيا. انا مشكلتي كل يومين اغير التيشيرت، تضيق علي. واو ما شاء الله عليك. وش عندك يا وري انت؟ جايب لك هديه. اركض بيتك. اتحداك. ايه اخس عليك يا رخمة. اهلين حبيبي. هلا والله. سوري وحشتني حال حال حال. والله ما يوحشك غالي. يا لبيه وش ذا المزه. أح 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 أح.
اتحداك المزة. وشو؟ لا لا، قاعد اشوف فيلم جي اي جين، في وحدة مزة عليها ستايل حريقة. لا والله. اوف 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 اوف. يلا وينك؟ تأخرت. يلا ترى قاعد انتظر من اليوم انا. هذه انتي؟ يلا. سويتيها يا مجنونة؟ لعيونك حبيبي يا سوري سويتها. يا لبه. يما يما. ها وش تبين؟ بس بغيت أقول لك إني موافقة على العريس المعصقل اللي تقدم لي. أركب بديتي. إحنا شباب.